بسم الله الرحمن، سمعنا الأعزاء جمهورنا الكريم، منذ لحظات أعلنت اللجنة انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع الجميل. هنا ننتقل إلى فئة الحول أصحاب السمو الشيوخ، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع الجميل، هذا الاندفاع المميز. اذهب هناك بالصدارة ما شاء الله شاهينية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطار بن علي أبو نواس، بينما اللي في ثاني المراكز ظرف على ثاني المراكز للسيد محمد بن سيف بن حسين، نقلتنا على ثالث المراكز اللي في المركز الثالث هناك أملولة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيف أبو نواس، واللي في المركز الرابع اللي في المركز الرابع تقريبا نكتفي بهذا القدر. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ما شاء الله ما شاء الله السيطرة هنا مع اللي في المركز الأول شاهينية، الشاهينية عندها السيطرة، عندها العنوان، عندها التجول في هذا الشوط لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطار بن علي أبو نواس، هو اللي يقوم بعملية التضمير. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الحضور الجميل لهذا الشعار ولهذا الهجن المميز لأصحاب سمو الشيوخ، بينما اللي في المركز الثاني اللي في ثاني المراكز ما شاء الله من تأتي هنا ظرف على ثاني المراكز محمد بن سيف بن حسين، وفي المركز الثالث أملولة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ومهير بن سيف بن نايع أبو نواس هو اللي يقوم بعملية تضمير. هكذا كانت النتيجة للمراكز حاضرة مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق ما شاء الله، والشاهينية ما زالت مسيطرة على المركز الأول، ما زالت مسيطرة على هذا التقدم الجميل مع هذا الشعار، شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهنا مع أحد خبراء التضمير، خبراء هذا التراث العربي الأصيل أبناء العوير مطار بن علي أبو نواس، هو اللي يقوم بعملية التضمير والعناية التامة لهذه الهجن مع هذا الشعار الجميل. ظرف في ثاني المراكز، ظرف من تسيطر على المركز الثاني، من تحاول التقدم إلى الصدارة، محمد بن سيف بن حسين أيضا المشرف متواجدين مع هذا الانطلاق، وفي المركز الثالث هناك مع هملولة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيف أبو نواس، من يتواجد 2 متر هناك كيلوين قطعنا في بداية هذا الشوط، والمتبقي 2 كيلو أيضا على هذا الانطلاق، 2 كيلو متر على هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق هنا مع هذه الشعارات الجميلة، والشاهينية هي من تذهب مع الصدارة، من تسيطر مع هذه الكوكبة الجميلة المميزة مع صدارة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل والموفق مع الشاهينية اللي في المركز الأول اللي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومطار بن علي أبو نواس هو مع هذا التضمير ومع هذه العناية الجميلة، بينما اللي في المركز الثاني ظرف محمد بن سيف بن حسين، وفي ثالث المراكز من تأتي وتقترب هنا هملولة من هذا الموقع لسمو الشيخ راشد محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيف أبو نواس. ها هي النتيجة، هذا الحضور، هذا هو النداء للمراكز المتواجدة مع الكوكب الثلاثية في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء الموفق مع هذا العرض الذي تقدم هذه الأسامي الجميلة والمميزة، والف ومئتين نقول ما تبقى على خط النهاية، ولكن الشاهينية في جوها هناك، في عرضها، في أدائها الجميل، في مميز، في استعدادها لهذا الموسم، استعدادها لهذا الموسم استعداد تام ما شاء الله حتى هذه اللحظة، مع أحد الشباب، مع أحد المضمرين هنا في هذه الأجواء. شاهينية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطار بن علي أبو نواس، هو من يقود الشاهينية إلى خط النهاية، إلى سرب الناموس ما شاء الله تبارك الرحمن. النقلة هناك
على المركز الثاني هملوله اللي يسموه الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، بدأت تتحرك هناك الى الصداره مهير بن سيف ابو نواس ما شاء الله، وفي المركز الثالث ظرف وتعود ملكيته للسيد محمد بن سيف بن حسين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بدت الاوامر، بدت الاوامر تصدر، وهناك اللي ما جتها اي اوامر، اللي ما جتها اي اوامر، ما شاء الله تبارك الرحمن يا مطر يا بن علي بن نواس، هنا اللي يقوم بعملية التضمير بالعناية التامة باستعداد هذا الشعار وهجن سمو الشيخ احمد بن محمد راشد المكتوم لهذا الموسم الجديد في اول انطلاقات سن الكبار هنا على ارضية هذا الميدان. وشوطنا الاول هناك ذهب مع هذه النجمة اللامعة التي اتت هناك في صفوف انجازاتها لزعبيل، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا التفوق، ايضا لنسى دور العوير هنا الذين يقومون بالتضمير وجماهيري هذا الشعار المميز. 200 متر توصلنا عن خط النهاية، ومن هذه اللحظات نهني سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم لننسى دور المضمر القدير السيد مطر بن علي أبو نواس الذي يقوم بعملية التضمير. هذه اللحظات استراحة المحارب إلى خط النهاية، تهانينا والناموس مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق، هذه لحظات وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. مركز ثاني سمو الشيخ راشد محمد بن راشد المكتوم، مركز ثالث محمد بن سيف بن حسين. 6 دقائق التوقيت 30 ثانية 26 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.